سيتم توقيع ثلاث اتفاقيات في مجال الاتصالات. الأولى مذكرة تفاهم بين شركة الاتصالات الدولية التابعة للشركة القابلة للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات. يوقع من الجانب المصري مهندس عادل حامد إبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومن الجانب الليبي مهندس عادل بشير أبو فارس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية. مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية والمعهد المصري لتكنولوجيا المعلومات. يوقع من الجانب المصري الدكتورة هبة أحمد رئيسة المعهد، ومن الجانب الليبي مهندس رجب فوزي بن رجب مدير عام الشركة. مذكرة تفاهم بين شركة هاتف ليبيا والشركة المصرية للاتصالات. يوقع المهندس عادل حامد إبراهيم المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات والسيد محمد فراس علي رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا. مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع الكهرباء بين المؤسسة الليبية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار المصرية. وقعها السيد محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور علي محمود حسن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. وهذه الاتفاقية الأخيرة.